مطربة تونسية لطيفة، أهلا بيكي. أهلا بيكي. الأستاذ عبد الوهاب كان بيعني إيه بالنسبة لك؟ طبعا الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه كان بيعني ولازال بيعني و هيبدأ طول عمره بيعني لنا حاجات كتير جدا. المدرسة الوهابية دي طبعا كلنا استفدنا منها، أنا وزملائي وزميلاتي وكل اللي في الحقل الفني الغنائي استفادوا منه. انت استفدتي منها ايه؟ انا استفدت منه كتير جدا، لاني انا اللي بفتكره حاليا اني انا عمري 5 سنين كنت بغني فكروني. يعني ده بيدي حاجات كتير جدا جوايا. انا طبعا هقولك، يعني انا استفدت من ادائه، استفدت من الحانه، استفدت من ذكائه، استفدت من كل اغانيه اللي عملها لنفسه والغير من المطربات والمطربين. تفتكري اول مره التقيتي بيه؟ عمري ما هنساها دي ابدا. هقول لك، كانت انا جيت مصر سنه 84، كان بدايه 85، كنت انا لسه في سنه اولى عالي في الاكاديميه، وكان في بقى تحضيرات كامله في الاكاديميه، وفرشين رمل وورد وزرع في الاكاديميه عشان الاستاذ محمد عبد الوهاب جاي الاكاديميه يحضر بروفا مع فرقه ام كلثوم. فانا من سوء حظي لما هو وصل الاكاديميه كان عندي محاضره فوق. فشوفي اللي حصل ايه، انا في المحاضره والباب خبط، جت مشرفه وانا لسه مش معروفه في مصر خالص ولا حد سمعني بغني، وجيت ادرس ومستنيه بقى يعني سنه سنتين عشان ابتدي اغني. فلقيت المشرفة بتندهلي، قلت لها خير في ايه؟ بتقول لي الأستاذ محمد عبد الوهاب عايزك. أنا طبعا ذهلت، عايزني ازاي؟ شافني فين؟ سمعني ازاي؟ وفين؟ كل ده قعد لغاية ما وصلت بقى للمكتب العميد تحت، لقيت كل الدكاترة في الأكاديمية قاعدين، الأستاذ محمد عبد الوهاب بكل تواضع وبكل أدب وقف وحياني لطيفة هنا وأنا لسه بكشكول تحت إيدي وسنة أولى. فقال لي أنا سمعتك، كنت أنا غنيت مع فرقة أم كلثوم، كنت طيفة على الفرقة وغنيت في ذكرى داوود حسني حيرانة ليه السيدة ليلى مراد. فقال لي أنا سمعتك، صوتك حلو وقوي وأنت لازم تبخري صوتك. وأنا فرحان إنك أنت جيتي مصر وبتدرسي، دخلتي من أكبر باب. شجعني تشجيع ما أقولكيش كان شكله ايه بالنسبه لي وقتها يعني. بس انا اعرف ان هو اول ما سلم عليكي قال عايز اسمع صوتك في التليفون، الكلام ده مظبوط فعلا؟ تغني ولا تكلمي عادي؟ لا غنيت. غنيت له على بلدي المحبوب. طب ممكن نسمع بقى النهارده على بلدي المحبوب؟